يبدو هذا المشهد مألوفاً لدى الكثيرين، لكن في الأفلام السينمائية فهو يحاكي تلك اللقطات الهوليوودية الاحترافية، لكنها هنا أكثر واقعية وبساطة وأشد تأثير. على هذه الأرض ما يستحق الحياة رغم كل هذا الموت المتشبث بالمدينة، فحين تسير أقدام المحاربين عليها تبدأ السماء بإغاثتهم هي أيضا، ربما لتحميهم من تلك الرصاصات المستهدفة لهم والتي تنجح في كثير من الأحيان في إصابة البعض منهم. ينجح المقاومون في استعادة بعض أراضيهم المنهوبة من قبضة ميليشيا الحوثي والمخلوع، لكنهم يفشلون في تأمين حياتهم من مصائدها. فالحوثيون يطبقون سياسة الأرض المحروقة، فعند انهزامهم يبتكرون وسائل أخرى لحصد الأرواح في الأماكن التي انسحبوا منها بالقوة. الألغام هي أحد الوسائل الكثيرة للميليشيا لسلب حياة المواطنين في تعز. وثقت الكاميرا انفجار لغم بأحد المقاومين وإصابته بالجروح قبل نقله إلى المستشفى، وبالقرب من ذلك العشرات من الألغام التي ما تزال بانتظار حصد المزيد من الأقدام غير المنتبهة لوجودها. يسقط كل يوم العديد من الجرحى في صفوف المقاومة والجيش الوطني. المحظوظون منهم من يبقون على قيد الحياة لفترة أطول للعودة إلى أرض المعركة من جديد، ومن ثم المقاومة. المعارك العنيفة لا تنجح إطلاقا في جعلهم يهربون بعيدا عن الموت، بل تدفعهم للمزيد من الإصرار على التقدم. ففي تعز يبرز دائما من يحمل الراية لحظة سقوطها ليعاود رفعها في هذه الأرض وإن أصبحت شبه خراب.